تحياتي لكم جميعا دكتور محمود السوس. مصطلحين ومرضين بيؤدوا لآلام حادة في ومشاكل في منطقة الرقبة السبع فقرات العنقية اللي هن خشونة الرقبة وديسكات الرقبة أو الانزلاقات الغضروفية بالرقبة. خشونة الرقبة معناها حالة متقدمة بالعادة، حالة مزمنة بلشت في انزلاقات لمشاكل تشنجات في العضلات، بلشت في مشاكل سكري، مشاكل هشاشة عظام، صار في عندي تصلبات في حركة الفقرات، وصار في عندي تشنجات حدي في الرقبة وعضلات الرقبة. بالعادة أعراض الخشونة بتكون آلام موضعية في منطقة الرقبة، بتنزل للأكتاف، هذه الآلام بتعطينا وجع راس، بتعطينا آلام في أسفل الجمجمة في منطقة التقاء في الرقبة، وبتعطينا أعراض كل التروية الدموية للدماغ ومن الدماغ لباقي أنحاء الجسم اللي هي التوخة، الخضران، ضعف النوم، الأرق، عدم التركيز، هذه كلها من خشونة الرقبة. قليلا ما حتعطي أعراض عصبية زي انه الوجع بينزل على الايدين، بيعمل نمنمة، بيعمل خضران، الا اذا كان في عندنا حالة مستعصية شوية وصار فيها تضيقات واستينوسيس في قناة النخاع الشوكي، في هاي الحالة حنحصل على الاعراض في الايدين وفي الرجلين كمان من منطقة الرقبة. الانزلاق الغضروفي بنلاحظه عند الناس الشباب من 20 ل 30 ل 40 اكثر شيء. الانزلاق الغضروفي وضع بيحصل فيه عمليه انبعاج للغضروف وخروجه من وضعه الطبيعي، والانبعاج بيكون للخلف. الانزلاق الغضروفي هذا الانبعاج بيروح وبيجي، بيدخل وبيطلع، والمشكله في الموضوع انه في خلف الانبعاج هذا بمر الاعصاب الفرعيه اللي بتطلع من الرقبة وبتضلها نازلة على الإيدين اللي تغذي كل مناطق الإيدين الحسية والحركية. هلأ إذا صار رجل طلع وضغط على العصب، في هالحالة بنصير نحس بالأعراض على كامل العصب من الرقبة للإيدين حسب كمية الضغط. اللي بيمثل واللي بيساعدنا على التشخيص كمان الانزلاق انه الوضع بروح وبيجي، يعني الالام مش ثابتة، حركة بتجيب الالام، حركة بتخفف الالام، حركة او وضعية بتخلي الالم ينزل على الايدين، وحركة وضعية بتخلي الالم يطلع من الايدين لفوق، حتى لو زاد في الرقبة مدام طلع لفوق معناته كويس، معناته جيد، معناته اخف ضغط على العصب. اذا بنحكي عن الانزلاقات الغضروفية ماشي، يعني مين اخطر؟ أخطر اللي هي الخشونة، لأن الخشونة صارت تغيرات مزمنة فبدها وقت شوي شوي لعملية الإصلاح وإرجاع كل شيء للوضع الطبيعي وإرجاع ليونت وقوة منطقة الرقبة لوضعها الصح، وهذا حيأخذ شوية وقت. مين الديسكات؟ هذه بتنحل بشكل سريع من خلال بعض الحركات اللي حفرجيكم إياها لعلاج الديسكات. طيب إذا خلينا في هلأ في الجلسات العلاجية أو الجلسة العلاجية اللي ممكن نسويها للشغلتين، بقولكم هاي بتنفع للإنزلاق وهاي بتنفع لحالة الخشونة أو التشنجات اللي موجودة في منطقة الرقبة. أول شغلة طبعا قبل كل شيء، سواء كان إنزلاق أو كان خشونة، بدنا نستخدم كمادات المياه الساخنة بنقع الفوطة هذه في مياه ساخنة لفاترة، وهذه المياه محطوط عليها فنجان خل، فنجان ملح، ومغلي من الأعشاب المتوفرة، نعنع، زعتر، بابوني، جنسو، وبنوضعها بشكل دافئ على منطقة الرقبة وبنخليها في المنطقة في الوضعية هذه لمدة ربع ساعة. وخلال الربع ساعة هذه يعني بقدر أحرك رقبتي، أعمل حركات اليومية العادية، بس اللهم بتكون في عندي كم مادة مياه ساخنة موضوعة وتريح الرقبة، لأنه هاي بتثبتها مزبوط. هاي أول شغلة، هاي بتنعمل مرة لمرتين في اليوم، يا فترة الصباحية أو كنت تعملوها الفترة المسائية قبل ما تروحوا تناموا حتريحكم في النوم. ثاني شغلة بدنا، لا سواء عن الديسكات حيكون في تشنج قوي في العضلات وحيكون في تحدد في الحركة، ففي هاي الحالة بدنا نستخدم زيوت اللي تخفف لنا الألم،
ومش بس هيك، وبدنا نستخدم زي مساج كمان اللي نلين العضلات ما دام صرنا مشتغلين. في هاي الحالة بنجيب نعمل زيت من هالزيوت اللي معتمدة وناشرينها ومتأكدين من صحتها ومن خصائصها. في عنا هنا مطحون، هذا الزيت بالأخص عملت عليه بحث كامل لمدة 6 شهور ونشر في تخفيف الآلام المزمنة للعمود الفقري. المهم ملعقتين من السمسم، طبعا كله بيكون ني، بيكون مش محمص كل الحبوب هذه، وبيكون عندنا ملعقتين من السمسم، ملعقتين من حبوب الرشاد، ملعقتين من الزعتر البري او الاوريجانو عشان يسهل عملية الامتصاص، وحطينا ملح صخري بمقدار كمان ملعقتين، وفقط وضعنا الباقي المطحون هذا بشكل ناعم، بنحط في المرتبان، بنحط كمية من زيت الزيتون كعامل يستطيع ان يمتص خصائص الاعشاب هذه او البذور المطحونة اللي إلها فاعلية، وكمان ضفنا غير زيت الزيتون كمان ملعقتين خل عشان تكمل التركيبة، وبهيك بنحركه كل يوم، بنعمل له خضتين ثلاثة، وبنتركه في مكان معتم بعيد عن الشمس دافي، إذا دافي بيكون أفضل لمدة 40 يوم. هذه الفترة اللي لازم يقعد فيها الزيت ويمتص كل العناصر المضاد للأكسدة وضد الالتهابات وضد الألم وتليين وتغذية للعضلات وتغذية للأعصاب وترطيب، كله موجود بهالزيوت هذه. خلصنا من الزيوت، في هاي الحالة يوميا أنا في حال كان عندي خشونة أو كان في عندي ديسك أو انزلاق، لازم طبعا إذا كان عندي ديسك لازم أظل رافع راسي، هلا بحكي لكم على التمارين، بس في هاي الحالة أنا بدي أحط إيدي وبلش بدون ما احني رقبتي، اخلي رقبتي مرفوعة، وفي هاي الوضعية اعمل حركات فقط دهن فيها الزيوت على المنطقة العلوية من الرقبة، منطقة هاي المنطقة اللي عضلات الستريس ماسل اللي بتمسك الجمجمة في منطقة العمود الفقري، وهاي بتكون عضلات يعني بتعطي اشارات عصبية وهي اللي بتسبب مع تشنجاتها الآلام الحادة اللي بنشعر فيها وخصوصا في منطقة أسفل الرأس. فهاي بدنا ندعكها في الزيوت ونرطبها لمدة 5 دقائق 10 دقائق. خلصنا موضوع الزيوت ودهننا، وهلا بدنا نعطي التمارين حقها اللي هي جزء كبير من العلاج طبعا في التمارين. التمارين هلا بالنسبة للانزلاق الغضروفي او ديسك الرقبي اللي هو بيكون ممكن صار شهر شهرين ومعطينا اعراض رقبي وبنزل على الايدين وبطلع ونمنمي وخضران، في هاي الحالة انا بدي استخدم انه اذا كنت جالس في حالة الانزلاق الغضروفي التمرينين او الثلاث حركات علاجية هاي فيش فيها تمارين. الانزلاق الغضروفي فيها وضعية صح من نظلنا محافظين عليها بالطريقة هاي، هاي هي الوضعية الصح انه راس يكون حمل راس يكون مستقيم على العمود الفقري وعلى مركز القوة والتوازن، في هاي الحالة الضغط بين الفقرات بيكون اخف شيء، في حالة حنيت حالة 15 درجة في هاي الحالة هذا الضغط اللي موجود على C4 C5 C6 C7 بتضاعف او بصير 3 أضعاف، من 5 كيلو بصير 27 كيلو، نزلت راسي نفس الشيء لتحت بصير من عندي من 6 كيلو 7 كيلو ل 47 كيلو موجود هلا على ضغط على الديسكات، ومن هون القامة أساسية نظلنا محافظين عليها، حافظنا على القامة. هلا التمارين اللي بدها ترجع الديسكات لوضعها الطبيعي اللي هي هذا أول تمرين لورا، بس هي عملية رفع الرأس طبعا، حدوخ هحس بغثيان هحس بدوران، هذا أوضاع طبيعية بنشعر فيها مع عملية تحريك الرقبة وخصوصا للخلف، بس هذا مش حيمنعنا نظلنا شوي شوي نحني راسنا ونظلنا نكمل ونعيد هاي الحركات كل ساعة، هاي بدها تنعمل كل ساعة 10 دقائق بس تمارين انزلاقات غضروفية لأن هاي خطيرة شوي. هاي أول حركة بدكم تعملوها وتاخدوها بعين الاعتبار كحركة حتخفف الآلام وحترجع الرقبة للوضع الطبيعي.
الآلام كيف بتعرف إنها خفت أو كويس الحركة ولا لا؟ أي حركة بتعملوها بتعمل على تخفيف الآلام سواء في الرقبة أو في الإيدين، هذه حركة كويسة. أي حركة بتعملوها بتعمل على رفع الأعراض اللي هي ألم، وجع، نمنمي، خضران، تنميل، ترفعها لفوق شوي، يعني يكون هون صرت أحس فيها هون، صرت أحس فيها هون، هذه كمان حركة كويسة اللي بترفع الأعراض. فأنا بعمل وبكرر. هلا إذا بدي أعرف حركة كويسة ولا مش كويسة بضلني أكرر ساعتين ثلاث أربعة، وبعدين بقرر والله هاي حركة بتزيد الآلام، بتزيد النمنمة، الآلام بتنزل على إيدي. في هاي الحالة بعملش الحركة هذه، أنا بعمل الحركة اللي بتريح لي. مفهوم؟ مفهوم. هلا الحركة التانية اللي المفروض تريح، اللي هي فقط بدي أرجع راسي شوي شوي لورا، شوي شوي لورا، بحط مراية قدامي وبطلع على وجهي اللي يكون مستقيم. ممكن أساعد حالي أحط إيدي على رقبتي من ورا، إيدي على الذقن، وأحاول أرجع في حركة انزلاقية للرقبة. هذا بعيده ممكن يريح أكثر. إذا ريح بتبع فيها، إذا ما ريحت بعد 3 ساعات بنتقل لحركات تانية. الحركات التانية بدي أحني رقبتي فقط، يا إما على اليمين يا إما على الشمال. شو اللي بده يريحني وشو اللي بده يسحب الأعراض من الرقبة، من الإيدين للرقبة؟ بكرر هاي. إذا هاي الحركة نفعت، إذا بدي ظلني أحرك بس في هاي الحركة، بس في هاي الحركة. هاي ممنوعة اللي هناك لأنها حتزيد الانزلاق. الانزلاق حساس وخصوصا في الرقبة حساس في حركة الفقرات. يعني أنا لما أحط أعمل راسي على الشمال، شو أنا بسوي؟ أنا قاعد بعمل عمليات شوية إزاحة في الفقرات. إذا الفقرات بتنزاح، فالمادة الغلامية أو الديسك اللي داخلها بصير في عندنا عملية إزاحة للاتجاه الصحيح. عشان هيك إذا إحنا نجحنا ولكينا الحركة اللي بتزيحه، إذا إحنا خلص عرفنا شو العلاج. بس المفروض نكمل في هاي الحركات قد ما نقدر لمدة 3 أيام لأسبوع. بدي ألتزم 100%. خلصنا من التمارين للانزلاقات الغضروفية. طيب التمارين للخشونة الرقبة يا دكتور، شو اللي بده ينفع لخشونة الرقبة بعد ما عملنا الهوت باك والمساج والسيوت؟ بدها خشونة الرقبة بدنا تمارين عامة وشاملة. يعني المفروض من هاي التمارين تحرك الرقبة في كل الاتجاهات، ان نعمل هاي الحركات البسيطة، اللي اعمل عملية تليين للأكتاف. تليين الأكتاف والرقبة هو من تليين الرقبة. هاي الحركات بدي أضل نعيدها وأنا واقف وأنا نايم. أفضل أنواع الحركات وإحنا نايمين، طبعاً بننام على ظهرنا، بس في هاي الحالة نرفع لفوق للسقف، نطلع على السقف أو على اليمين أو على الشمال. الديسكات والخشونة بتفيدهم هذا التمرين. إذا واحد عنده ديسك، أنا اللي بدي إياه رجع راسه لورا وأضغط. يعني هاي عبارة عن حركة مانيوال أو كايروبراكتيك للأشخاص اللي عندهم ديسكات واللي عندهم خشونة. هاي الحركة وهاي التمرين بيفيدهم كتير، وبلين وبنشط وبخفف الآلام. في هاي الحالة بنحط اللفحة فقط ومنه قاعدين شوية، بنحرك هالرقبة، بنعمل مساج. شايفين كيف الرقبة والعضلات هذه الخلفية بتتحرك؟ هذه بتتلين مرة على اليمين مرة على الشمال، ألي فيها أحركها شوي شوي. هذا بلين، هذا عبارة عن مساج. هاي الحركة البسيطة، تعبت برتاح، برد أكمل. بعدين بحط اللفحة بالطريقة هاي وبشد في الاتجاهات بعكس الرقبة. الرقبة والرأس بده يرتفع للأعلى، وبعد بكرر هاي الحركات مرة مرتين ثلاث أربعة، بكررها 10 مرات. شفت حالة ارتحت، باخد راحة شهيق وزفير، لأني دوخت دوختنا يا دكتور من هالتمارين. هذه هاي اللي بدها تدوخك، وهذه اللي بدها تخفف الدوخة اللي بنعاني كتير ناس بيعانوا منها. وإذا في عنا خشونة معناته على الأكيد في دوخة وفي نمنمة وفي خضران، في كل التروية دموية، وفي ضعف سمع كمان. هاي حطوها على البيعة إذا كان في خشونة في الرقبة.
تمرين في الاتجاهات الثانية، هاي ممنوعة على الديسكات، هذه بس بيعملوها تعون الخشونة، يعني ببدلوا حركة إيديهم إشي على اليمين إشي على الشمال بالطريقة هذه، نعمل حركات ثانية. تعون الخشونة ممكن يعملوا هاي الحركات في كل الاتجاهات، فيش أي مشكلة. تعون الديسكات بس بدهم يلتزموا في حركتين علاجية أو ثلاث علاجية لتخفيف الآلام. الخشونة حتاخد وقت زي ما حكينا، الديسكات أسبوع أسبوعين حيطلعوا من الموضوع. النقطة المهمة كمان موضوع وضعية النوم الثمان ساعات هذه وتأثيرها على الرقبة، هذه لازم تنعمل بشكل صح. الشكل الصح انه نحفظ التقوس تاع الرقبة هذا الخلفي في وضعه الطبيعي. يعني شو المطلوب؟ المطلوب اني انا اجيب بشكير او فوطة ولفه بحيث يكون القطر تاعه من 5 سم ل 8 سم حسب راحتنا احنا. بس في البداية بنبلش اشي بسيط، 3 سم، 4 سم، 5 سم، 7 سم. وفي هاي الحالة انا بزيد بشوف شو اللي بريحني اكتر شيء. انا المقصود من العملية هذه ان اعمل الرول هات بالطريقة هذه، وهذا هو الارتفاع. لما اهفت راسي 5 كيلو احطه على المخدة، لازم هذا اقل شيء يكون 4-5 سم ارتفاعه. وهذه الرول هذه بدها تكون وضعية النوم على الظهر، وانا حاطط الرول ومرتاح بالطريقة هذه. طبعا اول يوم بصحى من النوم بجوز نصكم يقول لي والله ارتاحت كتير، النص الثاني تعون تعون الديسكات حيرتاحوا بشكل كبير على الوضعيات. بس تعون الخشونة لانها مزمنة، اللي عنده خشونة صار لها 20 سنة وتصلب وتشنجات في الرقبة، هذه الحركة حتثير الاعراض. يعني حيصحوا الصبح كله مؤلم، كله مؤلم، لان 8 ساعات احنا قاعدين بنرجع وبنقوم فقرات الرقبة واحنا نايمين حضراتنا، ولا بنعمل تمارين ولا شيء، اللهم بس حطينا مخدة. تعون الخشونة ثاني يوم ثالث يوم بتصير هاي الحركة هي الحركة الأسهل والأريح لإلهم، يعني ببطلوا يشعروا في الدوخة، بتخف الدوخة، وجع الرأس بخف، الآلام هذه التشنجات بتخف. هذا بالنسبة للمخدة، يعني لأنها مهمة جدا، وننام على ظهرنا شوية نريح راسنا ونعيد التقويم هذا. طبعا المضادات الالتهابات الطبيعية اللي بدكم تاكلوها اللي هي المشروبات الساخنة ضروري تكون 3-4 كاسات، اشي نعنع، اشي زعتر، اشي بابونج، اشي ينسون، عشان تعمل عملية تحمية داخلية لمنطقة الرقبة، وهذا حيساعدكم على النوم وعلى الاسترخاء. السلطات وحطوا عليها الكركم اكتر شيء، الكركم والليمون، هذا حيخفف الالام شوية. الوجبات الشربات العظام، شربات اللحوم هذه كمان خدوها مرة مرتين في الأسبوع عشان نرجع نعيد تليين. بدنا كوليسترول، بدنا كولاجين يرجع يلين العضلات شوية ويعيد بناء هالديسكات المنبعجة هذه، لأنه بعد الانبعاج في عنا مرحلة البناء اللي نرجع كل شيء لوضعه الطبيعي. هذه الشغلات الرئيسية اللي بدكم تعملوها كنظام يومي، وتتبعوها بحذافيرها، لأنه هاي انزلاق ظروفي أصعب، لأن بدنا نحافظ على وضعيتنا طول الوقت مستقيمة. أي انحناء للأمام هيك ولا هيك ونسينا حالنا، هذه صعبة، يعني حيكون نتائجها إن ظلني حالي ولا عمره الديسك هذا حيرجع لوضعه الطبيعي. وعمليات للانزلاقات الغضروفية أو منطقة الرقبة بتكون عمليات صعبة، مش زي العمود الفقري في أسفل الظهر، والعمليات دائما عند فيها مخاطرة كثيرة، لأنه في أن نتعامل إحنا مع أعصاب، نتعامل مع جهاز عصبي، مع نخاع شوكي، وهي منطقة خطيرة ومضاعفات بعد العمليات إذا مضطرين عليها بتكون كمان صعبة، وخشونة أكثر وتصلبات، اللي هم بدهم يعملوا نفس الإجراءات هذه بس شوي شوي. هاي بعض العمليات في الرقبة، يعني عمليات تثبيت بلاتين أو أي عملية تانية، فإحنا نختصرها قبل ما نوصل لهاي المرحلة، بس نتبع هاي الخطوات وحتشوفوا خلال أسبوع حيتغير وضع الرقبة عندكم، وحتنسوا لموضوع الرقبة. مسكنات أو أي شيء، إبر كورتيزون، مسكنات،
أي شيء بمنع الألم للناس اللي عندهم انزلاق غضروفي هاي حيقضي عليهم بشكل كامل، وبس مش بسبب الأعراض الجانبية للكورتيزون وهاي الأدوية، بس بسبب إنه بطلت أشعر في الألم. عدم شعوري في الألم لمدة 3 أيام، لأنه هاي مفعولة 3 أيام لأسبوع، هذا بيعمل على عملية تمزق أكتر في الغضروف، عملية انزلاقات أكبر، فبتفاجأ بعد 3 أيام من أخذ الكورتيزون المفروض إنها تحسن، إنه لا، الوضع رجع أصعب والآلام رجعت أشد بكتير، وكانت فقط في ركبتي وصارت تنزل على إيدي مع نمنمة وخضران. أكيد حتوصل لها المرحلة الصعبة هذه من الانزلاق، لأنه حضراتنا سكننا الألم بطريقة مش طبيعية، وهذا أعطانا الجرأة. ما دام فيش ألم ساعتها صرت أنام خطأ، أجعص، أحني حالي بفترة طويلة، فنسيت إنه في عندي هون تمزقات داخلية وهي ما بيتم إصلاحها لا بهذه الطريقة. فهاي نصيحة خدوها بعين الاعتبار قبل ما تاخذوا أي مسكنات أو أي شغلة لتخفيف الألم، وخصوصا إذا بنحكي عن موضوع الديسكات. موضوع الخشونة والتشنجات الحادة والأمراض المزمنة مش مشكلة لو ياخذوا مسكنات، إذا ما قدروا يخففوا من الآلام هذه بعينهم الله بيتحملوا أمرار، بس أمرار بدهم يخففوا الألم، فلازم يلجأوا لهذه المسكنات. بس تعون الديسكات الحل اللي هو إن نرجع للأصل ونرجع ونحاول نخفف الضغط على العصب ونرجع الغضروف لوضعه الطبيعي. هذا اللي عندي بالنسبة لخشونة الرقبة والديسكات تاعت الرقبة والخطوات العلاجية البيتية البسيطة اللي هي هاي خطوات بتجيب نتيجة. والنصيحة التانية كمان، يعني ممكن تلجأوا لعلاجات تانية، بس هذه النصائح بيتية بتعملوها في البيت، ما عندي شو حدا تاني بيحكوا لكم، أقل ما فيها بيكون في عندكم بعض المعلومات إذا واحد بده يعرض لكم أو يعمل لكم حركات معينة تبقوا عارفين شو اللي كويس لإلكم وشو اللي مش كويس لإلكم، وتصيروا توجهوا الخطة العلاجية بحيث أنتوا اللي تستفيدوا. أنا ما بدي واحد يمسك لي رقبتي ويطعج لي إياها بطريقة هيك ولا هيك، هاي منطقة حساسة أنا بمسكها وبعملها بالطريقة هاي زي ما شفتوا، ومسيطر على الآلام ومسيطر على الحركة، إذا شعرت في ألم بوقف، إذا شعرت في زيادة الآلام بعملهاش الحركة. يعني الخيار خيارنا، إحنا بنتحكم فيه بشكل هادي وبدون أعراض جانبية، وهاي الشغلات هاي المعمول فيها طبعا في أكبر المراكز، يعني فاطمنوا، يعني كلها أمينة وفيش فيها أي مضاعفات، والزيوت كمان آمنة وكل شيء آمن اليوم. شكرا لكم، تحياتي، بنتمنى لكم الصحة والعافية، بس تابعوا هذه التعليمات لأنها حتنقذكم من شغلات كبيرة زي عمليات وجراحة ومش عارف إيش. خلينا نواقع حالنا قبل ما نبلش العلاج. تحياتي.